السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بالجميع مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن وفي هذا الموجز المليء بالأحداث الحصرية. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفرت. تصريحات مثيرة لفوز لقجة عن ملابسات هزيمة المغرب أمام فرنسا في المونديال. الاتحاد الإسباني يتخذ قرارا صارما تجاه حكم مباراة ريال مدريد وفالنسيا بسبب اللاعب فينيسيوس. تبون رئيس القوة الضاربة يتعرض لإهانة كبيرة في البرتغال. في الفيديو أردوغان يرفض شرب الماء من يد حارسها. ابتدائية صفر تغرم الخصم بسبب سبه وتهديده مستشار. في الصور ربيع السقلي يثير الجدل رفقة الممثلة التركية هاندا أرتشيل. التيبارية يرد على جوادي كي عملنا بحال العبيد ما تجبدش ليه الفلوس حيث هاي ضربة. المحامية المغربية جيان حاجي تفوز بلقب ملكة جمال ميس إيريت وورلد 2023. تصريحات مثيرة للجدل استحضر فيها فوز لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التألق التاريخي الذي صنعه أسود الأطلس في مونديال قطر 2022 عندما وصل المغرب إلى نصف نهائي الحدث العالمي. وفي كلمة له خلال حفل استقبال المنتخب الوطني المغربي تحت 17 سنة، قال رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوز لقجع: إن لا أحد كان يتوقع أن يصل المنتخب الوطني المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، وأنه لولا الظروف الرياضية واللارياضية المحيطة بمباراة فرنسا لكان المنتخب الوطني المغربي طرفا في نهائي كأس العالم. وأضاف رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم: تتذكرون جميعا عند ذهابنا إلى قطر في نوفمبر الماضي للمشاركة في كأس العالم لم يكن حين أشد المتفائلين يتوقع تأهلنا من مجموعة تضم بلجيكا كرواتيا وكندا، لكن الواقع والطموح أكد أن المغرب قادر على احتلال الرتبة الأولى في هذه المجموعة وأن يتجاوز الثمن والربع ويصل إلى النصف النهائي. وتابع القجع قائلا: ولولا الظروف الرياضية واللارياضية التي أحاطت بمباراة المربع الذهبي للاعب المغرب المباراة النهائية، الأمل والطموح كان العودة إلى هذا البلد وملكه وشعبه بكأس عالمية. وأقامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السبت بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة حفل استقبال على شرف أعضاء وأطر لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 17 سنة الذي حقق إنجازا تاريخيا ببلوغه نهاية كأس إفريقيا للأمم بالجزائر. وأكد القجع في كلمة: بالمناسبة أن ما وصلت إليه كرة القدم الوطنية اليوم هو نتيجة عمل متبصر واستشراف وضع أسسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، فمنذ أزيد من 10 سنوات شيد جلالته ومول مشروعا اسمه أكاديمية محمد السادس لكرة القدم التي أصبحنا اليوم نجني ثمارها والمتمثلة في بعض اللاعبين الذين تألقوا في صفوف المنتخب الوطني الأول وهم يوسف مصيري ونيف أكراد وعز الدين أوناحي ورضا التقناوتي. وقال إن الدور جاء على أكثر من 7 لاعبين في المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة إلى جانب لاعبين آخرين الذين تشملهم الفئات الأخرى وأيضا أولئك الذين يطعمون مختلف الأندية. واعتبر رئيس الجامعة أن هذا المشروع الاستباقي لصاحب الجلالة هو العمود الفقري والهيكل الأساسي لتطوير كرة القدم الوطنية، مشددا على أن ما بلغته هذه الرياضة اليوم هو جزء صغير من نتائج هذه الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك وسيكون بدون شك الأهداف أفضل. وشدد على أنه كان لابد أن يكون لاعبو المنتخب الوطني خير سفراء للمملكة ولشعبها ويكون في مستوى التطلعات. وذكر فوزي القجع بأنه سبق أن حث على تجاوز معطى أساسي وهو المعطى السيكولوجي الذي يعني الانتقال من ثقافة المشاركة إلى مرحلة البحث عن ألقاب من خلال الإيمان بأن المغرب ليس بلدا يتطلع إلى المشاركة في التظاهرات العالمية والقارية ككأس العالم وكأس إفريقيا للأمم، بل المغرب بلد يتطلع إلى حصد الألقاب من خلال الذهاب في المنافسات إلى أبعد الحدود. وتوجه لعناصر المنتخب الوطني قائلا: لا يمكن أن تذهبوا إلى كأس العالم في نوفمبر المقبل وتفكرون في أنكم ذاهبون فقط من أجل المشاركة أو المشاركة المشرفة، لأن هذا مرفوض، حيث يجب أن نذهب إلى كأس العالم إلى أبعد حد ممكن، ولما لا اللعب من أجل التتويج باللقب.
اتخذ الاتحاد الإسباني لكرة القدم أول قرار بعد الأزمة التي وقعت هذا الأسبوع خلال مباراة ريال مدريد وفالنسيا في بطولة الدوري الإسباني. وشهدت المباراة أحداثا مؤسفة، حيث دخل فينيسيوس جونيور في مشادات قوية مع جمهور فالنسيا بعد تعرضه لهتافات عنصرية مسيئة من قبل البعض. وحصل فينيسيوس جونيور على بطاقة حمراء في اللحظات الأخيرة من الشوط الثاني من المباراة بسبب اعتدائه على أحد لاعبي الخصم. ووجه فينيسيوس استفزازات تجاه جمهور فالنسيا خلال خروجه من أرض الملعب كرد فعل على ما حدث تجاهه. وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن حكم تقنية الفيديو الذي كان متواجدا في المباراة ناتشو إغليسياس فيلانويفا لم يعد حكما لتلك التقنية على الفور. كذلك تم استبعاد 5 حكام آخرين من تقنية الفيديو من دورهم في الموسم المقبل. وأوضحت أن القرار ضد فيلانويفا جاء بعدما قام بقص الصورة التي أرسلها إلى حكم المباراة في الموقف الذي تسبب في طرد فينيسيوس، ولم يرسل فيلانويفا الصورة كاملة إلى الحكم الأول في المباراة، حيث اقتصرت على قيام فينيسيوس بالاعتداء على لاعب الخصم دون إبراز ما قام به الأخير تجاه البرازيلية في البداية. بعد الإهانة الكبيرة بتركيا وإيطاليا، وفي صفحة جديدة موجهة إلى النظام العسكري الجزائري، تعرض عبد المجيد تبون الرئيس المعين من قبل عصابات الجنرالات لإهانة أخرى في زيارته للبرتغال. ففي الوقت الذي يستقبل الرئيس البرتغالي زواره من رؤساء الدول، قام الرئيس البرتغالي عشية أمس بإهانة تبون بعدما تفاجأ رئيس القوة الضاربة في استقباله لدى وصوله العاصمة البرتغالية لشبونة مستخدمي المطار وبعض الشخصيات الدبلوماسية والعسكرية البرتغالية وسفير الجزائر بلشبونة، الأمر الذي اعتبره نشطاء جزائريين أنها إهانة للرئيس وللدولة الجزائرية. غياب الرئيس أردوغان والرئيس الإيطالي واليوم الرئيس البرتغالي عن استقبال الرئيس الجزائري ليس اعتباطيا، بل له دلالات سلبية في طقوس وأعراف الاستقبالات الرسمية، خاصة أن الجزائر تروج عن نفسها صفة القوة الضاربة، وهو ما دفع رواد شبكات التواصل الاجتماعي إلى وصف استقبال تبون بالإهانة الدبلوماسية. زيارة تبون إلى البرتغال تأتي كرد فعل بعد أسبوع من الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى لشبونة وعقد منتدى اقتصادي بين البلدين. خلال الزيارة جددت البرتغال التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء. أثار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جدلا كبيرا بعد رفضه شرب الماء من يد حارسه الشخصي. حسب ما أظهره مقطع الفيديو تداولته المواقع المحلية على نطاق واسع، فإن أردوغان رفض شرب الماء من يد حارسه الشخصي ثم عاد وقبله من يد ابنه بلال أردوغان، ولم يفهم سبب رفض رئيس تركيا شرب الماء في البداية، فيما قال موقع صحيفة إسطنبول إن الأمر يتعلق بإجراء أمني. وقالت تقارير صحفية إن الفيديو التقط خلال مشاركة أردوغان في نشاط سياسي بإقليم هاتاي استعدادا للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرفوقا بشركائه في التحالف رئيس حزب الحركة القومية دولة باجلي ورئيس حزب الرفاه فاتح أربكان. ويخوض أردوغان ومنافسه كيليجدار أغلو جولة الإعداد للانتخابات الرئاسية يوم 28 من مايو. وحصل الرئيس التركي على 49.52% من الأصوات في الجولة الأولى مقابل 44.88% لأغلو مرشح تحالف المعارضة الذي يضم 6 أحزاب. حكمت غرفة الجنح الضبطية العادية بابتدائية صفر مساء أمس على البطل العالمي السابق في الكيك بوكسينج مصطفى الخصم رئيس جماعة إيموزار كيندر في قضية متعلقة بالسب العلني والتهديد والعنف في حق مستشار من المعارضة تقدم في مواجهته بشكاية إلى النيابة العامة التي تابعته في حالة صراحة بضمانة مالية. وقضت بأداء الرئيس الخصم عن الحركة الشعبية 1000 درهم غرامة للمحكمة مقابل 3000 درهم تعويضا مدنيا لفائدة
المستشار الذي انتصب طرفا مدنيا في مواجهته واستمع إليه قبل أسبوعين وجدد اتهامه له بسبه بكلمات نابية ومحاولة ضربه وتهديده في لقاء عقب رفضه منح فعاليات أمازيغية مقرا لتنظيم مهرجان. واستمعت المحكمة أيضا لمستشارين آخرين أكدوا واقعة السب والشتم ومحاولة استعمال العنف ضد المستشار الذي ينتمي للمعارضة بعدما احتجت عليه تلك الفعاليات التي كانت تستعد لتنظيم مهرجان بتنسيق وشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ورفض الخصم منحهم قاعة لاحتضانه لأسباب غامضة. ويأتي الحكم على الخصم قبل أيام من انتهاء المدة التي حددتها النيابة العامة بابتدائية صفر له للإدلاء بما يفيد ويؤكد الاتهامات التي وجهها إلى عامل الإقليم الذي سبق أن قدم شكاية في مواجهته ردا على تصريحاته الواردة في حوار له مع مواقع إلكترونية، حيث اتهموا فيها بالفساد والمحسوبية واتهامات أخرى مختلفة. أثار الفنان الشاب المغربي ربيع الصقلي الجدل مساء يوم أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهوره رفقة الممثلة التركية الشهيرة هاندا أرتشيل. وأطل ربيع الصقلي رفقة هاندا أرتشيل في أحد الحفلات الخاصة بأحد الماركات العالمية المختصة في المثلجات، حيث ظهرت الأخيرة وهي ترقص بجانبه كما تحدثت مع أخته عبر مكالمة فيديو. وتقاسم بطل سلسلة ياقوت وعنبر مع متابعيه عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام مجموعة صور رفقة الأخيرة، حيث أبدى حماسه لهذا اللقاء. فند الفنان عبد القادر عايزون تصريحات الفنان عبد الفتاح جوادي التي كان قد أدلى بها لأحد المواقع الإلكترونية في أول خروج له بعد اتهام مجموعة من الفنانين المشاركين رفقته بالسيتكوم الرمضانية تركة القنب بعدم دفع مستحقاتهم المادية، الأمر الذي دفعهم إلى وضع شكاية جماعية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء يتهمونه من خلالها فيها بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والسب والشتم والتهديد. وكشف الفنان عايزون الشهير بلقب التباري أنه اتفق مع جوادي على مبلغ إجمالي وليس على مبلغ يخص الحلقة الواحدة، مبرزا أن المبلغ المتفق عليه كان 4 مليون سنتيم لقاء 10 أيام من التصوير بعدما طالبه في البداية ب5 ملايين سنتيم. وأضاف تيباري أنه بعد أسبوع من التصوير استلم مبلغ 2 مليون سنتيم من جوادي وعقد عمل غير معترف به لا يضم المبلغ المتفق عليه ولا اسم ولوجو الشركة الخاصة بجوادي للإنتاج ولا إمضاء أو كاشي الشركة، وهو العقد الذي أدلى به المتحدث ذاته لأحد المواقع الإلكترونية مبرزا أنه واجهه بحقيقة العقد المزور لينهال عليه عقب جوادي بالسب والشتم. وبخصوص اتهام جوادي للفنان محمد الخياري بمحاربته وبتحريض الفنان عايزون، نفى المتحدث ذاته التهم المنسوبة للخياري مبرزا أنه لم يلتقي منذ سنوات طويلة. أما بخصوص ترويج جوادي لخلافه مع الفنان حسن الفد، نفى التباري الأمر موضحا بالدليل ومن خلال فيديو مسجل على هاتفه كواليس نهاية تصوير آخر عمل جمعهما بالعناق في جو تسوده الأخوة والاحترام. أما بخصوص جديد الشكاية الجماعية التي تقدم به الفنان عبد القادر عايزون رفقة مجموعة من الفنانين الآخرين، كشف تيباري لنفس الموقع أن الشكاية لدى وكيل الملك في انتظار وصولها إلى رجال الأمن من أجل استدعائهم والاستماع إليهم جميعا. من جهة أخرى، كشف عايزون بعضا من تفاصيل كواليس العمل وظروف الاشتغال رفقة جوادي ومعاملته مع الفنانين التي وصفها على العموم بالمعاملة الجيدة شريطة عدم التطرق إلى الأمور المادية وحقوق الفنانين، موضحا أن أمور تخرجه عن طوعه وتحوله لشخص آخر عنيف، مضيفا بحال كل شيء جيد خدام بحال عبد عنده. واتهم تيباري جوادي بعدم أداء مستحقات مجموعة من الفنانين المغاربة والفنانين الثانويين من ضمنهم شاب إفريقي اشتغل لمدة 3 أيام دون أخذ مستحقاته، مبرزا أن جوادي ترك هؤلاء الممثلين في مواجهة مباشرة مع مدير الكاستينج الذي تعامل معه وهو الشخص ذاته الذي شارك معه بالعمل ولم يتسلم مستحقاته المادية حسب قول الفنان عبد القادر عايزون. تمكن
تمكنت المحامية المغربية جيهان حاجي من الفوز بلقب ملكة جمال ميس إليت أفريكا 23، وتألقت حاجي في الحفل الختامي للمسابقة الذي احتضنته مدينة الغردقة في مصر الجمعة 19 من ماي بالقفطان المغربية. وحضر الحفل عدد من وكالات الأنباء العالمية ولجنة التحكيم المكونة من شخصيات شهيرة بالفن والموضة والأزياء. وتفوقت حاجي في المسابقة على 35 متنافسة من مختلف الدول العربية كمصر ولبنان. بهذا الخبر أقول لكم شكرا على حسن انتباهكم، وإلى فيديو لاحق بإذن الله. إلى اللقاء.